قريه برجيل، واحده من 27 قريه تم اختيارهم في مركز الشهداء بمحافظه المنوفيه ليشملهم التطوير ضمن مبادره حياه كريمه التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري. ملف يعد من اهم الملفات التي تنفذ في مبادره حياه كريمه هو ملف سكن كريم. هذا المنزل او هذا المكان الذي نتواجد فيه الان زاره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس. معي ومع حضراتكم الحاجة ليلى، واحدة من المستفيدين من سكن كريم. تحياتي لحضرتك يا حاجة. نعم. وفي البداية كده ألف مبروك ليكي اللي تم اختيارك في يعني مشروع سكن كريم وتوفير سكن كريم ليكي. ربنا يخليك. إن شاء الله يخليك. كان في زيارة ليكي امبارح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كنت قاعدة واتفاجئتي ب أنا كنت قاعدة زي ما أنا قاعدة على الكرسي هنا، لقيت الباب بخير فتح، لقيتهم هنا. ازيك يا حاجة ليلى؟ قلت له الله يخليه. عاملة ايه؟ قلت له الحمد لله. قال صحتك ازاي؟ قلت له حلوة الحمد لله. قال كل سنة وانت طيب. قلت له انت طيبين وتنعاد عليكم بخير وخليكم وبارك فيك. ما كنتش تعرفي انه البيت بتاعك هيتطور وهيتبني؟ لا والنبي لا، ما كنت. اتفاجئت فجأة حلوة كده. ان شاء الله يبارك فيك ويخليهم ويسترها معاه من ما يمشوا ويديهم ويرضيهم من عندنا بحق ما انت عليه يا رب ويسترها معاكم. مبادرة حياة كريمة حاجة اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يبارك لك يا سيسي، الله يسترها معاك يا سيسي، الله يخليك يا سيسي ويجعلك من طوالة الاعمار بحق ما انت عالم بيها. تقبلها مني يا رب، تطول لنا في عمرك يا عبد الفتاح يا سيسي، انت واللي معاكم. يا رب يبارك لك في صحتك وعافيتك وتخليك ويجعلك من طوالة الاعمار ويطول لنا في عمرك ويصلح لك الحال والاحوال وينصرك على كل من يعادك يا عبد الفتاح يا سيسي، انت واللي معاك. ربنا يبارك لك يا حاجة. عندك يعني طلبات تانية او نفسك في حاجة تانية؟ لا يا اخويا ان شاء الله يبارك لك، نفسي بس يبنوا لي الطاقة يبنوها لي. زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحضرتك ان شاء الله يبارك له كانت علشان ملف سكن كريم ان شاء الله يبارك وانشاء ان شاء الله يسترها معاه من ما يمشي هو واللي معاه واللي ازاي. يا رب تسترها معاهم وتبارك لهم في صحتهم وعافيتهم وتديهم ان شاء الله نزور حضرتك والبيت تتغير وتبنى ان شاء الله ونزورك ونبارك لك مره اخرى. ده انتوا تنوروني. بنبارك لك النهارده علشان تم اختيارك، بنبارك لك مره ثانيه والبيت ان شاء الله مطور ومبني ان شاء الله يبارك فيكم ويسترها معاكم ان شاء الله يجعل لكم في كل خطوه الف سلام. ربنا يخليك. انت واللي كانت يعني هذه دعواتك السيده ليلى واحده من اهالي مركز الشهداء وتحديدا قرية دراجيل وعزبة الفلاحين. هذه العزبة التي نتواجد فيها الآن والتي زارها أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن المستفيدين من يعني مشروع أو ملف سكن كريم لتطوير قرى الريف المصري. هذه المبادرة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري الأكثر احتياجا. سالم أحمد سالم، تن تي في، محافظة المنوفية. الله يبارك فيكم ويخليكم ويسترها معكم. الله يجعل لكم في كل خطوة ألف سنة.